بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل اللقاء مع المهندس محمد قطب وعمليات الخدمة لمحصول العنب النامية في مديرية بتر تحت نظام المحميات، وأهم عمليات الخدمة التي تتم أو تتم في هذه الفترة. تمنياتي بدوام الصحة والعافية والسعادة للجميع. حنان يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن عمليات الإضاءة بعد رشة التكبير. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا قدامنا نبات اللي هو ستار لايت. إن شاء الله احنا حجم الحباية هنا وصل حوالي 14 ملي بالتقريب. بعد رشات التكبير طبعا كل نوع حسب معاملته، في أنواع بتترش دورتين وفي أنواع بتترش دورة واحدة حسب نوع النبات اللي انت بتتعامل معاه. أهم شيء في الوقت دوت من عمر النبات إن أنا أراعي عملية الإضاءة، لنخلي النبات يتعرض لكثافة ظل ولا شمس مباشرة. دايما أحافظ على الإضاءة بتاعتي، لو كثافة الظل زادت معايا هتوقف لي حجم الحباية وهتعمل لي تخلي النبات عرضة للإصابة بالفطريات. وفي نفس الوقت لو عرضنا العنقود لشمس مباشرة مش هتخلي حجم الحباية ينمو النمو الطبيعي بتاعه. نراعي عملية الإضاءة، أهم شيء في هذا الوقت من عمر النبات. طبعا زي ما احنا ذكرنا قبل كده رشات التكبير بتتم حسب نوع النبات اللي انا بتعامل معاه. في بترش 20 جزء على دورتين، 40 جزء قصدي اسف على دورتين، وفي بترش 10 جزء على دورة واحدة حسب نوع النبات اللي انت بتتعامل معاه. زي ما حضراتكم شايفين بدأنا نلم هنا الرولات البلاستيك من فوق. طبعا بنبدأ الاول بفتح الجناب ونصبر يوم او اتنين بحيث ان انا اقلم النبات مع البيئة اللي أنا هيخش عليها بالتدريج. بفتح الجناب للتكعيب الأول ونصبر عليها يومين، وبعد كده أبدأ أفتح السقف زي ما حضراتكم شايفين كده. بنفتح رول ونسيب ثلاثة، ونفتح رول ونسيب ثلاثة، ونرجع بعد يومين أو ثلاثة برضو بنكرر نفس العملية. بنفتح واحد يبقى اتفضل معانا اتنين مقفولين، وهكذا لحد ما يتم عملية التكشيف نهائي. بيبقى أنا أقلمت النبات بتاعي مع الطبيعة بالتدريج، ما خليتش النبات ياخد مني صدمة. طبعا احنا هنا ده صنف الستار، ستار لايت. المفروض ان العنقود ما بيزيدش حجمه عن 80 حباية عشان ما يعمليش مشكلة اثناء التلويد. زي ما حضراتكم شايفين كده ده عنقود مثالي. طبعا نراعي عملية الري في الفترة ديت، ان طبعا النبات بيحجم في هذا الوقت من العمر بتاعه. نهتم جدا بعملية الري عشان الحباية ما تثبتش على حجم صغير. ادي عملية الري معايا هي لحضراتكم. طبعا المفروض الاحسن ان انا اروي على فترتين عشان نسبة التبخير ما تبقاش عالية معايا تعمل لي فطريات. اروي على فترتين بحيث ان انا اروي بفصل وارجع اروي مرة تانية واسمد بالمرة. يبقى انا كده دخلنا طبعا في صنف تاني اهو. ده صنف متأخر شوية زي ما حضراتكم شايفين اهو، لسه ما تمتش عملية التكبير بتاعتي. الحباية اللي قدامنا ديت نتكلم فيها في حوالي 10 ملي. المفروض ان الصنف دوت العنقود من 100 ل 120 حباية، هو شبيه للفلي. والله الموفق
إن شاء الله نخرج بنتيجة جيدة. السلام عليكم. ممكن نضيف معلومة مهمة جدا إن شاء الله، وهي رسم مبيد فطري عند تلامس الحبات. أي المبيد الفطري اللي بيجيب نتيجة فعالة هو التلدور، والمادة الفعالة فيه فين هكسا ميد أو ما يشابه المادة الفعالة في هذا المبيد. دي معلومة مهمة جدا عشان نتلاشى عملية الإعفاء.